تعالوا نشوف مع حضراتكم فقرة خاصة مع دكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، يكلمنا عن فضل الدعاء في شهر الصيام، فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك. يلا. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك. ثم أما بعد، ففي تلك الدقائق المعدودة نعيش في رحاب آية الدعاء التي تخللت الآيات التي تتحدث عن الصوم في سورة البقرة، وإن التالية لهذه الآية يجدها لم تأتي بعد آيات الصيام، وإنما تخللتها، جاء قبلها آيات تتحدث عن الصيام وبعدها آيات تتحدث عن الصيام. ويبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك بأن للصائم دعوة ما ترد. هذه الآية التي تجعل الصائم قريباً من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الصوم جاء بين الإيمان والتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحينما تتحقق التقوى في الإنسان أو يتحقق الإيمان فيه ويلتزم بعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، يحقق التقوى من التزامه بالعبادات لعلكم تتقون. وإذا حقق الإنسان الإيمان والتقوى وصفى بروحه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كان قريباً مجاب الدعوات. فالله سبحانه وتعالى حينما فرض علينا الصيام فرضه لترتقي أرواحنا، وحينما ترتقي الروح تقترب من رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فننجي أم بعيد فنناديه، فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، فأنت عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت ومهما ابتعدت عن رب العزة سبحانه فإنه يناديك، وأنت من ضمن عباده الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم القرب منه سبحانه، بشرط أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى ويؤمنوا به. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والملاحظ لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد قال على غير نسق القرآن الكريم عند السؤال، عندما جاء السؤال كان يقول قل، في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى فإني قريب بصيغة الالتفات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا ينسى الصائم أن يدعو ربه سبحانه ويتقرب منه ويسجد ويقترب من رب العالمين سبحانه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.